زمان اختلف الأخين تويكس ففصلوا إنتاجهم عن بعض، وكل واحد فيهم حب يعمل أحلى صباع شوكولاتة. بس اللي حصل إنه اللي على اليمين حط كراميل على البسكوت، وبالصدفة اللي على الشمال برضو حط كراميل على البسكوت. اللي على اليمين غرق الصباع في الشوكولاتة، واللي على الشمال برضو عمل كده. في الآخر الصباعين طلعوا زي بعض بالظبط، بس كل أخ لسه مقتنع إن تويكس بتاعه أحلى. تويكس، كل صباع أحلى من التاني.